أصدقائي وحبايبي، أهل العالم وأهل الصنف بشري بمجرة التبانة وما حولها. هلأ نتكلم عن سيكوريتي ولا نتكلم عن الديب ويب والدارك ويب؟ أنا شخصياً ما بدي أزعل حدا، وإجتني أكثر من كومنت بحكولي سوي الاثنين سوا. برضو فكرة، ليه عم بقول فكرة حلوة؟ لأنه أنا متكلم عن الديب ويب قبل هيك بالفيديو هذا، فاللي راح أسويه هلأ بالفيديو هذا عن الديب ويب والدارك ويب إني راح أتعمق أكثر شوي بهالموضوع. والفكرة اللي إجتني إنه ممكن نتكلم عن الديب ويب والدارك ويب وبعدين نستعملهم كمثال يساعدنا إنه نشرح كيف نحمي أجهزتنا، وكيف نعرف إنه أجهزتنا المشكلة، شو الحلول المتوفرة علشان نأمن نفسنا وننظف أجهزتنا. وهيك بنكون طعمينا قطتين بصحن. لا ما راح أقول ضربنا عصفورين بحجر، لأنه أنا ضد الموضوع هذا أصلا، والمثل كله على بعضه فاشل. أنا من محبين الحيوانات، وأي مثل بضرهم أنا مش معه، حرية شخصية. وإن شاء الله الطريقة اللي هحكي فيها هلأ تكون واضحة للكل وترضي الكل. ونقول بسم الله. بالنسبة للناس اللي لسه مش عارفين أبدا شو هو الديب ويب، هتلاقوا هذا الفيديو أنا مسويه من قبل وبتكلم فيه عن الديب ويب بنظرة عامة والمصايب الموجودة فيه. عشان نوفر وقت ونعطي أكبر معلومات ممكنة، رح أبدأ من المكان اللي خلصت فيه هذا الفيديو أفوت بتفاصيل أكثر. كبداية صغيرة خلينا نقول إنه هذا هو الإنترنت، وفعليا مقسم ثلاث أقسام، واللي إحنا بنعرفه النتف اللي فوق هاي بس. هلأ لسه في النصين الموجودين تحت واللي أغلبنا ما بيعرف عنهم شيء أبدا بتاتا البتة، وفي مننا ناس بيعرفوا هالموضوع ويمكن جربوا كمان، بس أنا برأيي إنه الكل المفروض يعرف. مش عم بقول الكل يجرب، بس عم بقول إنه الكل المفروض إنه يعرف. الكل من حقه إنه يعرف شو اللي عم بيصير حوالينا. الخلاصة عشان نسهل موضوع الديب ويب، خلينا نقول إنه الديب ويب عبارة عن مستودع كبير مرة جدا، وهذا المستودع الكبير هو أأمن مستودع لناس كتير إنهم يخبوا فيه الأشياء تبعتهم، وعشان يضمنوا إنه مش أي أحد يقدر يوصل لهاي المعلومات أو هاي الأغراض السرية تبعتهم إلا بطريقة معينة. هلأ شو هي نوعية المعلومات هاي والأشياء هاي للناس هدول؟ ما بدهم كل من هب ودب إنه يروح وشوفهم، وليه كل هالخوف إنهم يروحوا لهذا المستودع العميق اللي ما أحد بيعرف عنه شيء عشان يخبوا أغراضهم فيه؟ أكيد في إنه، وأنا هلأ هحكي لكم شو هي الإنه. بهذا المخزن في ملفات ودوكيومنتس وصور ومعلومات وخفايا وأسرار وحقائق ودروس وتفاصيل عن أشياء بنشوفها دائما حوالينا، بس ما بنعرف كيف عم بتصير ولا ليه عم بتصير. بالديب ويب في تفاصيل تشرح هاي الأمور كلها، وطبعا ما بدهم كل من هب ودب يوصل لهاي المعلومات. طب مين هم هدول؟ هدول ناس ما بدكم تعرفوهم ولا تكونوا قريبين منهم، مع انه اغلبهم ناس معروفة مرة جدا. خلوني احكي لكم لأي درجة الموضوع هذا مهم. مثلا عندنا اعظم محرك بحث اسمه جوجل، وشو ما بدكم تقدروا تسووا سيرش بجوجل وبيعطيكم ملفات فيديوهات صور شو ما بدكم عن هذا الموضوع وبتفاصيل كمان. بس الحقيقة انه كل الريزلت اللي بطلعها جوجل ما بتساوي ولا 4% من المعلومات اللي ممكن تلاقوها عن نفس الموضوع انتو بتدوروا عنه بالديب ويب. يعني مثلا بحثتوا عن شيء معين بجوجل، ومن نتيجة هالبحث هذا طلعتوا 4 معلومات جديدة. لو نفس البحث هذا يتسوى بالديب ويب رح تطلعوا 96 معلومة جديدة عن نفس الموضوع. فهذا هو المخزن السري على الانترنت، وهاي هي كمية المعلومات الموجودة فيه، مش متاحة للناس اللي زيي وزيكم إلا بطريقة معينة، والطريقة هاي خطرة مرة جدا إلا إذا كان مجهز نفسه ومأمن نفسه 100% إنه ما حدا حيقدر يوصل له أو يوصل لجهازه، وكمان طريقة الاتصال، وآخر شيء البرامج المطلوبة علشان نفوت على هاي الديب ويب. طيب أمثلة عن الملفات والمعلومات الموجودة بالديب ويب، شروحات بتفاصيل لطرق الانتحار، أو إنه كيف الواحد يبدأ طريق الإجرام، أو شو طرق القتل، أو شروحات بتفاصيلها وخطط محكمة إنه كيف شخص يأذي شخص تاني. في مثلا شروحات إنه كيف تخلي التلفزيون يتحول لقنبلة، وهيك طول ما أنتم ماشيين وشو ما بيخطر على بالكم من شغلات الضياع والخراب، هاي موجودة شرحا بتفاصيل وصور ودوكيومنت ومجربينها عالم، وفي زي منتديات لهاي الأمور وبيقعدوا يتناقشوا مع بعض، كل واحد بيحكي تجاربه وبيحكي وبيفيد العالم إنه كيف ممكن يحسنوا أدائهم بهالأمور. وطبعا أسرار وفضائح عن ناس مشاهير وما بنعرف عنهم إلا كل خير. اي معلومه شو ما تكون وعم بتدوروا عليها بجوجل وما بينت معاكم، 100% حتلاقوا هالمعلومه والف غيرها موجوده بالديب ويب. في ناس كتير بفوتوا على الديب ويب غرضهم بس انهم يسووا ريسيرش تبعتهم، يسووا بحوثات تبعتهم عشان يطلعوا المعلومات الصح عن اي موضوع هم عم بدوروا عليه، سواء نيتهم خير او نيتهم شر، بس الاغلب بتكون نيتهم شر. ناس معينه بقرروا انه بدهم يفضحوا شخص معين، ما راح يروحوا يدوروا على المعلومات تبعته بجوجل، راح يفوتوا على الديب ويب عشان يطلعوا الشيء اللي هذا الشخص مخبيه ومن المستحيل انه يتلاقى على الانترنت تبعتنا. هل هاي شغله؟ الشغله الثانيه، دائما المقوله المشهوره انه لا تحطوا صوركم على الانترنت خصوصا انتم يا صبايا. ليش؟ انا اقول لكم ليش. في مواقع بالديب ويب اباحيه طبعا، كل اللي بتسويه تروح على السوشيال ميديا تبعت الانترنت العادي وبيسحبوا اي صوره بتعجبهم بروحوا بحطوها على الديب ويب، وطبعا بغيروا فيها علشان الناس اللي بفوتوا على الديب ويب وخصوصا على الصفحات هاي ينبسطوا. خلينا نقول هاي بسيطة. الشيء اللي مش بسيط انه في مواقع من هاي بتكون عندها معلومات مفصلة عن المخلوقة هاي الموجودة بالصورة، وما تسألوني من وين جابوا هالمعلومات، انتوا عارفين من وين.
لأنه في بنات بتسوي شير لحياتهم من ساعة ما يرفعوا راسهم من المخدة الصبح لساعة ما يحطوها على المخدة مرة تانية بالليل. فالبنت تعيسة الحظ اللي بتكون صورتها اوريدي راحت على الديب ويب وفي شخص معين عجبته هاي الصورة. الشيء اللي بيسوي الموقع هذا إنه بيعطي كل معلوماتك لهذا الشخص، وبيوم وليلة بتتفاجأ البنت إنه جاها شخص معين بيعرف كل شيء عنها وعنده كل الصور تبعتها، حتى الصور اللي بيوم من الايام البنت هاي حطتهم على الانترنت وندمت انها حطتهم ورجعت مسحتهم. بس تو ليت، لانه حتى الصور هاي اللي انمسحت بتكون موجوده على الانترنت والناس هاي بتعرف تجيبها. وغير هيك في كتير مصايب. خلونا نختصر هالموضوع ونقول انه الديب ويب معلومات انفورميشن دوكيومنتس موجوده بالديب ويب، مش موجوده باي مكان تاني ابدا، ومش ممكن توصلوا لها على الانترنت تبعتنا لو شو ما تساوي، بس موجوده على الديب ويب وبتضل على الديب ويب. واللي بيفكر يطلع المعلومات هاي والدوكيومنتس هاي وينشرها على الانترنت العادية حيفتح على حاله باب ما راح يتسكر. عشان هيك بتلاقوا اغلب الدوكيومنتس الموجودة بالديب ويب بيقولوا لكم اقرأوا الدوكيومنت او هذا الملف، بس لا تاخذ عنه صورة ولا تخزنه ولا تحاول انك تنشره باي مكان، لانه مين ما تكون حنقدر نوصل لك وساعتها الندم ما راح ينفعك. وشي مشهور كتير بالديب ويب وهم عبدة الشياطين. تخيلوا في بالديب ويب شروحات مع صلوات مكتوبة حرفيا مع تفاصيل مش ممكن تتخيلوها، بتعلم الواحد كيف يكون من عبدة الشياطين وباحتراف. وطبعا زي غيرهم من الدوكيومنتس تقرأ بس لا تصور ولا تخزن ولا تحاول انك تنشر. اللي بالديب ويب يضل بالديب ويب، هذا اهم قانون موجود عندهم. الديب ويب مليان هاكرز، بس الشيء الغريب انه الهاكرز كمان الموجودين بالديب ويب عندهم امكانيات غريبة مش ممكن اي واحد على الانترنت العادية انه يتعلمها او يقدر يوصل للمعلومات هاي الموجودة عندهم. فكل شيء بهالعالم اللي اسمه ديب ويب غريب مرة جدا. طب هذا بالنسبة للديب ويب. هلا شو هو الدارك ويب؟ الدارك ويب مساحة كتير صغيرة على الانترنت، تقريبا قد المساحة الموجودة عندنا الانترنت تبعنا او يمكن اصغر كمان، بس عشان الواحد يوصلها او يوصل للاعماق هاي يوصل للدارك ويب لازم يمر بالديب ويب. بس شو هي هاي المساحة الصغيرة؟ نقدر نقول انه هاي المساحة لبعض الناس هي الخلاصة، ما فيها الا اكشن افعال. الناس اللي بوصلوا للدارك ويب بكونوا عارفين هم ايش بدهم يسووا. يعني المواقع الموجودة بالدارك ويب ما فيها نصب، ما فيها لعب، ما فيها تغيير رأي. مرة تانية بقول لكم انه مواقع بتقدم الخدمات هاي نفسها موجودة على الديب ويب، بس الفرق انه الديب ويب فيه ملايين المواقع اللي بتكون فيك. يعني بيقولوا للعملاء تبعونهم اوكي احنا بنسوي لكم الشيء اللي انتم بدكم اياه، بس ادفعوا لنا المبلغ الفلاني، والموقع فجأة ببطل موجود على الديب ويب كلها. فامور النصب موجودة بالديب ويب كتير، بس بالدارك ويب ما في الكلام هذا ابدا بتاتا البتة. الدارك ويب المواقع اللي موجوده فيه موثوقه ما فيها مزح، والخدمات اللي بوفروها للعملاء تبعونهم مضمونه وكل شيء بحقه. زي شو الخدمات؟ مثلا مواقع تاجير التلين اوتلا. يعني يمكن باللحظه هاي اللي انتم عم تسمعوني فيها يكون في شخص بالدارك نت قاعد عم بياجر او عم بتفاهم مع واحد عشان يروح يقتل له شخص معين، ولهم تسعيره، طريقه القتل لها تسعيره، الموت بتعذيب لها سعر، يموت بحادث السياره، كل شيء موجود وبسعره. لا، وفوق هيك فترة التنفيذ كمان موجودة من أسبوع لثلاث أسابيع. تأجير هاكرز بالدارك ويب، في ناس بتفوت عشان تتفاهم مع هاكرز على إنه هذا الهاكر يسوي شيء معين بالإنترنت، يسرق معلومات مثلاً، يوقع شركات، يهكر أحد معين ويخرب له بيته، وطبعاً كمان كل شيء بحقه. فهذا هو الفرق الأساسي بين الدارك ويب والديب ويب. الديب ويب منطقة مفتوحة، الديب ويب نقدر نقول إنها مخزن معلومات مش موجود إلا بالديب ويب. الدارك ويب ما فيها مزح، اللي بفوت فيها لازم يسجل بالمواقع الموجودة، الاتفاقيات البيع الشراء شو ما يكون الموضوع بيتم بين ناس مش معروفين ولا يمكن ان الواحد يوصل لهم باي طريقة من الطرق، وما عندهم مزح ابدا. واي شخص بوصل هاي المواقع الدارك ويب وبيسجل وبيسوي حاله ذكي وبيسوي اتفاقية مع اي شخص بالدارك ويب عن اي خدمة هم بيقدموها، عن بيع وشراء لاي شيء بالدارك ويب، وبعدين يطلع على اساس انه ما احد رح يوصل له، هيك بيكون فتح على حاله باب ما رح يقدر يسكره ابدا. الناس هاي مستعدة تسوي اي شيء، والاجرام بدمهم اساسا وما عندهم اي شيء له علاقة بالانسانية. واتوقع هيك وصلت الصورة وعرفنا شو هي الديب ويب وشو هو الدارك ويب، شو الفرق بينهم، وليش انا بنصح انه ما احد لا يقرب على الديب ويب ولا يفكر انه يوصل للدارك ويب ابدا بتاتا البتة. واتوقع لهون بكفينا رعب، ولا تعالوا نفوت على السكيوريتي. كيف الواحد فينا يتأكد انه جهازه نظيف وما في احد قاعد بتفرج على نفس الشيء اللي انتوا قاعدين بتتفرجوا عليه؟ خلينا نقول مثلا انه واحد صار معاه شيء من الاشياء الموجودة في هذا الفيديو، او فات على الديب ويب اللي
حكينا عليها قبل شوي، نزل شي ملف من الملفات الموجودة بالديب ويب وصار جهازه يتصرف بطريقة غريبة. كيف يعني طريقة غريبة؟ أنا أقولكم كيف. عادة لما يكون في فيروس تروجن أو أحد شابك على اللابتوب تبعكم أو الكمبيوتر تبعكم، الوضع الطبيعي اللي بيصير بهاي الحالة إنه الجهاز بيصير أبطأ وممل، وأشياء بتفتح لحالها وشغلات بتتغير باللابتوب تبعكم. بتلاقوا مثلاً البراوزر بيفتح لحاله وبوديكم على مواقع أنتم ما بدكم تروح عليها، أو أحياناً تيجوا تسكروا البراوزر كله وما برضى يسكر، أو أحياناً تيجوا تفتحوه وما برضى يفتح. كتير احيان بتلاقوا انه الانتي فايروس الموجود عندكم واقف وعليه زي علامه اكس انه مش راضي يشتغل. وكمان من الاشياء الغلط انه بتلاقوا كتير في تول بارز موجوده على البراوزر انتم ما بتعرفوها ولا بتعرفوا من وين اجت. طبعا مش كل التول بارز بتدل على انه الجهاز عليه فايروس، بس في تول بارز بيكون هذا اثبات انه الجهاز عليه فايروس معروف او غير معروف. ممكن تلاقوا كمان انه الساعه والتاريخ تبعت الجهاز بتضل تتغير، احيانا تيجوا تطفوا الجهاز او تسووا له ريستارت وما يرضى يسوى له ريستارت. تقريبا هاي من اكثر الاشياء اللي بتصير بتدل على انه في شيء عم بيصير مش مظبوط. وهلا اجى الجد، تعالوا ننظف الاجهزه تبعتنا. اول شيء لازم يصير لو صار معاكم اي وحده من اللي قلناهم قبل شوي انه الجهاز هذا ما ينشبك على الانترنت ابدا، ينفصل من الانترنت. اذا الانتي فايروس لقيته انه مش شغال ومش راضي يشتغل، بتجيبوا انتي فايروس ثاني وبتمسح الموجود عندكم وبترجعوا تنزلوه مره ثانيه. لازم الانتي فايروس يشتغل. بعد ما يشتغل بتسوي سكان لللابتوب وبتسيبوه، حياخد وقت طويل مش مشكله، خلوه ليخلص. بعد ما يخلص بتشوفوا الريزلت اللي طلعت. اذا طلع لكم انه في فايروسز ديتكتد وديليتد يعني انمسحت، هذا كلام حلو. بعدين بتفوتوا على البرامج الموجوده عندكم، تتاكدوا انه كل البرامج انتوا عم تقراوها تعرفوها. هلا في اشياء ممكن تكون لها علاقه بموديل اللابتوب، الشغلات هاي بتخلوها. اي شيء تاني ما بتعرفوه او اسمه غريب او برامج تانية انتوا سويتوا لها داونلود وشغلتوها على اجهزتكم وبعدها صارت عندكم المشاكل هاي، كمان تشيلوها. بعدها بتروحوا على المتصفح تبعكم وبتمسحوا منه الكوكيز والهيستوري. بعد ما تخلصوا من الشغلات هاي بتروحوا على شيء اسمه تاسك مانجر، هاي بتطلع معاكم لما تضغطوا كنترول اول ديليت بيطلع لكم الاوبشن اللي اسمه تاسك مانجر. بتفتحوها، تاكدوا انها محطوطه على تاب اسمها بروسيسز او المهام اتوقع، وتخلوها قدامكم. هتلاقوا على اليمين شوي او على اليسار لو كان الويندوز عربي، تضغطوا على كلمة سي بي يو هاي. المهم تأكدوا انه مرتب لكم الاعلى فوق والاقل تحت. هاي بتوريكم ايش اكتر برنامج او ايش اكتر ملف قاعد عم بيشتغل باللابتوب تبعكم. لو كان فيروس او تروجن رح تلاقوا انه حيشتغل على طول اول ما تشبكوه على الانترنت، رح تشوفوا على طول انه طلع فوق والسي بي يو يوزج تبعه مرتفع. يعني كبداية على الاقل لمدة ثواني اول ما يطلع لفوق رح تلاقوا استعماله للسي بي يو يمكن وصل ل 40 او 50% كمان. اذا الاسم هذا غريب خدوا اسمه وعلى طول افصلوا من الانترنت. هيك احنا بنكون صدنا اللي مزعجنا. هلا صار عندكم اسم هذا الملف، بتفوتوا من اي جهاز ثاني وبتسووا سيرش بجوجل على اسم هذا الملف وشوفوا الريزلت اللي بتطلع لكم. اذا كان فيروس تروجن او اي شيء ثاني له علاقه بالهاكينج 99% رح تلاقوا له ريزلت بجوجل. اقراوا اكثر واعرفوا كيف بنشال وطبقوا بالضبط الكلام اللي حتلاقوه موجود بالدوكيومنتس هاي. هيك بنكون اطمننا 50-60% انه جهازنا نظف. باقي شغلتين، تاكدوا انكم تسووا ابديت للانتي فايروس الموجود عندكم، بعد ما يتسوى له ابديت وهو مشبوك على الانترنت ترجعوا بتسووا فول سكان مره ثانيه للجهاز كله وخلوه ياخذ وقته. تمام. هلا ضل شغله اخيره، حنستعمل شيء اسمه كوماند لاين او بالويندوز اسمها سي ام دي، وهي شاشه سوداء الاوامر تبعتها كتابه. بس ما تقلقوا، كل اللي بدنا نسويه كوماند واحد مش اكثر. بالكوماند هذا حنقدر نعرف مين اللي شابك على اجهزتنا او احنا شابكين على اي اجهزه، والكوماند هذا حيعطينا كثير تفاصيل بالنسبه لهالموضوع. هلا اول شيء بدكم تفوتوا على السي ام دي، وطبعا حسب الويندوز تبعكم، عموما هي واحده من هالتنتين، ويندوز 7 والويندوز 8 او 10. هلا لما تفوتوا على السي ام دي كل اللي بدكم تسووه انه تكتبوا هذا الكوماند، هو كوماند واحد بس مش اكثر، واللي اسمه نت ستيت مسافه ماينس او داش ANO. حينزل لكم لست طويلة فيها Local IP Address اللي هو الـ IP تبعكم أو خلينا نقول اسمكم، وحتلاقوا فيه تحت الـ Local IP Address IPات زي هذا أو هذا، هدول عبارة عن IP Addresses لأشياء بتصير جوا اللابتوب أو جوا الكمبيوتر تبعكم ما في عليها ضرر أبدا. انتم بدكم تشوفوا الـ IP Address اللي بدايته غالبا حيكون عندكم 192، جنب اللوكال اي بي ادرس هتلاقوا شيء اسمه فورين اي بي ادرس او خلينا نقول الاي بي ادرس للشيء اللي بالطرف الثاني او اللي احنا شابكين عليه او اللي هو شابك علينا. ثالث شيء حنشوف شيء اسمه ستيت. ستيت هي حاله الاتصال هذا، في عندنا حيكون استابليشد او ويتنج او اي شيء ثاني بس مش حيهمونا. اللي بهمنا هلا نشوف الاستابليشد. استابليشد يعني كونكتد، والشيء اللي بتوقع انه حيفيدكم انه تحاولوا تجربوا طرق مختلفه. يعني مثلا تستعملوا الكوماند نت ستيت هذا اول ما تشغلوا اللابتوب من غير ما تكونوا شابكين على الانترنت
ابدا، وبعدين تجربوا تشبكوا على الانترنت بس من غير ما تشغلوا اي برنامج ابدا، وتضغطوا نت ستيت وتجربوا تشوفوا الاشكال اللي عم تطلع لكم تتعودوا عليها. بعدين شغلوا برنامج واحد مثلا، خلينا نقول البراوزر اكسبلورر، فايرفوكس، الكروم، اي شيء بتستعملوه، ومن غير ما تفوتوا على اي ويب سايت وشغلوا النت ستيت وشوفوا كمان الريزلت اللي بتطلع لكم. هلا ايش حتستفيدوا من هذا الاكسرسايز او من هذا التمرين؟ انه حتتعودوا تشوفوا النت ستيت ريزلت او الشيء اللي بيطلع لكم من هذا الكومنت، وتصيروا تربطوا بين الوضع الطبيعي وبين انه في شيء غريب عم بيصير. مثلا اول ما عم تفوتوا على الانترنت وعم بتسووا النت ستيت عم بتلاقوا في عندكم كثير كونكشنز استابليش، مع انه انتم مش فاتحين شيء ابدا. هنا بيكون في شيء غريب. وعم بتفوتوا على التاسك مانجر وعم بتلاقوا انه في فايلات كثير عم تستعمل نسبه عاليه من السي بي يو، بس لسه ما عم تقدروا تعرفوا شو هي هاي الفايلات، ولا عم بتلاقوا لها اي اثر على جوجل، واللابتوب او البي سي تبعكم ما عم بيهدى ابدا، كانه في 100,000 شغله شغاله فيه. بهالحاله هاي انا بنصح وبشده انه تاخذوا الملفات تبعتكم اللي بتهمكم، وتاخذوا البرامج اللي بتعرفوها بس. اي برنامج ما بتعرفوه انتم كنتوا منزلينه ومسوي له انستول، سيبوه ما تقربوا عليه، لانه يمكن يكون هو هذا اصلا السبب اللي مسوي لكم كل هالمشاكل هاي. خلوه ينحرق مع الفورمات. بعتقد انه هاي هي الستيب باي ستيب او خطوه بخطوه اللي انتم محتاجين تسووها بحال انكم شكيتوا انه اجهزتكم سواء فيها فيروسز تروجنز او احد مهكر عليكم، من غير انكم لا تجيبوا برامج على الانترنت تدفعوا عليها فلوس، او برامج تانية موجودة كتير على الانترنت انتم مش عارفين اساسها ولا اذا كانت اصلا بتسوي الشيء اللي هم عم بيقولوا لكم عليه انها بتشيل الفيروسات وبتشيل ما بعرف شو. غالبا انتم ما راح تحتاجوها. سووا الستيب باي ستيب هاي، تعودوا انكم تساووا هالشغلات كل فترة حتى لو ما حسيتوا بشيء ابدا غريب عم بيصير على جهازكم، هيك رح تتعودوا عليها. وبحال انه عن جد اجاكم فيروس او احد حاول يهكر عليكم، وطبعا وقتها على طول رح تقدروا تعرفوا اذا انتوا عن جد عندكم فيروسز تروجنز احد عم بيهكر عليكم او لا. ما خلاص صرتوا خبرة، مش محتاجين احد ولا محتاجين برامج. مين قدكم يا سيكوريتي؟ وكالعادة باخر الفيديو بحب اقولكم انه الله يوفقكم والله يسعدكم كلكم. بس شغلة اخيرة، احنا اليوم تكلمنا عن الدارك ويب وخبصنا كتير، فاحتمال انه يصير شيء مش مزبوط، وهو هلا عم بيصير شيء مش مزبوط. انا عارف كلامنا عن الديب ويب والدارك ويب غلط، فاسمعوني قبل فوات الاوان، سوولي لايك شير سبسكرايب. سلام. كل واحد يجيب ورقه وقلم. في حدا بيستعمل ورقه وقلم هالايام؟ يعني اللي عنده ورقه وقلم يجيبها. اهم شيء انكم تركزوا معي، اللي ببالهم سيكوريتي واللي ببالهم هاكينج ركزوا معي اليوم، ونقول بسم الله.